بالروح بالدم نفديك يا محمد، بالروح بالدم نفديك يا محمد، بالروح بالدم. يا نقابة فينك فينك، ها عفيفي فينك فينك، ها عفيفي فينك فينك. إن القضية التي تصار اليوم ليست قضية عفيفي، ولكن قضية نقابة المحامين قضية مهنية لم تتصدى لها النقابة الفرعية أو النقابة العامة، حيث إنها كان واجب عليها في أول يوم من حدوث الواقعة أن تصدر بيان رسمي ضد هذا الفعل الذي سب في تاريخ القضاء الذي فعلها قاضي جنح السيدة زينب ضد الزميل محمد عفيف، ولكن تقعصت الفرعية في ذلك كما تقعصت العامة في ذلك. واليوم نحن جميعا نتضامن مع محمد عفيفي، ليس من أجل عفيفي ولكن من أجل احترام وأدبيات المهنة وكرامة المهنة. ويوجد وسائل تصعيدية إلى النقابة العامة وإلى مجلس القضاء للقاضي الذي تعسف في هذا الاستعمال. فقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه عياله بتقديم شكوى وذاته، وإذا لم تتدخل النقابة سوف ينزل قرار بإضراب المحامين أمام دائرة جلسة الأربعة إن شاء الله، ويزع مراحل تصعيدية لم يصدق عليها بعد. المسك العام لحمل الفحم السيفة من المفروض سامح عاشور مجلس النقابة لا يمثلني. احنا تضامنا مع الزميل محمد عفيفي بصفتنا وليس بشخصنا وليس بصفتنا. محمد عفيفي تضامنا معاه من اول رفع الدعوة على طول ما نعود لحضور الجلسة، وتم التحفظ عليه في حاجة مخالفة صريحة للقانون لدوت يعني في تعسف في استعمال سلطة القاضي في استعمال حقه، لان كان ليه حق، لكن دي اول مرة اللي احنا تحصل حاجة زي كده على مستوى الشخصي والعربي والدولي لأي محامي هو حاجة زي كده تحصل، وإحنا بنشكو بهذا التصرف من انحراف الشرطة القضائية اللي إحنا بنعاني منها في الفترة الأخيرة. مقدمات وقعة كارثة، يعني هي تعتبر تقريبا الأولى في تاريخ العلاقة ما بين القضاء والمحاماة. أن يقبل قاضي على مدعي محامي مدعي بإيعاز من المتهم أو بنقصين المتهم خط معه. طب إيه الخطوات التصعيدية اللي عندنا؟ أول اعتصام ده رد فعل على غياب الدور النقابي وتقصيره، وبقاله أربعة أيام الاعتصام ده ومستمر، واتخذنا إجراءاتنا القانونية الخاصة بينا. إحنا بنشتغل قانون، إحنا شغلنا إحنا بنمتهن ممتهنين قانون. اتخذنا الإجراءات القانونية تضامن فيها معنا الأستاذ سعيد أبازة، وتشرفنا بتضامنه وأوكلت له ترتيب تقديم شكوى للسيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.